أنا دايما بشوف يا أسامة نظرية المؤامرة دي عاملة شبه السرطان، بتأكل في الجسد لو أنت ما اديتلهاش العلاج المناسب وسبت نفسك ليها. وأعتقد طول ما العقلية بتتعامل مع فكرة نظرية المؤامرة هتوصل لنفس النتائج، وهي إخفاق تلو الإخفاق تلو الإخفاق. كابتن حسن شحاتة واحد من رموز الزمالك اللي حاولوا ينتشلوا نادي الزمالك من المرض ده المسيطر على ناس كتير جدا، وهو نظرية المؤامرة. كابتن حسن شحاتة بشكل واضح، وهو اللي كان عنده وقعة هم بيبنوا عليها مظلومية، وشرحنا ان هي ما كانتش متسببة في ضياع لقب، هو نفسه اللي اكتر واحد كان ممكن ينساق لده. ولان كابتن حسن شحاتة في رأيي حقق نجاحات المنتخب يا أسامة، لانه هو داخليا مختلف. تخلص من دي، وكان مستحيل يحققها لو ما تخلصش من ده. نسمع كابتن حسن شحاتة ورأيه ايه في نظرية المؤامرة في حديث طالع من القلب، لعلهم فعلا يفكروا في اللي قاله كابتن حسن شحاتة. نطلع ونسمع الفيديو. ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ الزمالك كنادي، الزمالك كمدربين، الزمالك كلاعيبة. هقول لحضرتك حاجة يا صبري، ممكن يكون من خلال المشاكل اللي بقالها خمس ست سنين في نادي الزمالك حاصلة، سواء من يعني عقدة الاضطهاد عند الزملكاوية من خمس ست سنين بس يا كابتن. ما انا هقول لك برضه، ما هم لهم دور في الحتة دي يا استاذ ابراهيم، وانت راجل زملكاوي لهم دور في ايه؟ ان كل حاجة بتحصل في نادي الزمالك في الاعلام. واذا ما كانش الاعلام عنده فكرة عنها، احنا مننا فينا كزملكاوية سواء من جديد في النادي او بره النادي بنطلع نتكلم فيها. بس طول الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكورة ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش اقول لك استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه، يعني عارف ازاي، انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده، تحاول تحسس عيان بالاحساس بالاضطهاد. طيب ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن؟ ده اتولد ايامكم. لا، ما هو ده احنا ورثناه منكم. ما هي عقده الظلم، ما انا بقول لك عقده الظلم، انا عاوز دايما ابقى في ام الظلم عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي، فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي. يعني دي اوهام طبعا. يعني الفيديو ده تاريخي، لانه هو الرد المطابق تماما للي قاله كابتن بشير. ما اقدرش اقول ان الحكام واتحادات الكوره كده، لان انا بدي نفسي مبرر للفشل. واللي انا قلته لكم قالوا استاذ ابراهيم عيسى لما قال ان الزمالك احيانا، قال اللفظ العامي، عيان بفكره نظريه المؤامره، لانها زي ما قلت ان هي بتكون احيانا فعلا مرض بياكل جسدك لو انت امنت بيها، وما كانش دي اخر الاراء. ويمكن اسامه عايز اقول حاجه برضو قبل ما نروح الفيديو ده، كل من ردد الفكره دي ان نظريه المؤامره ده شيء خطا وبيعطل الزمالك، اتحرق عند الزملكاويه بالتاكيد.